احنا فعلا لا نشاهد وجود كثيف الى الوزراء في المناطق بزيارات دائما متكرره لمعرفه حاجات المواطنين، الخدمات التنمويه، المشاريع التنمويه لدى المواطنين. اهميه اليوم المشروع السياسي، الاصلاح السياسي لدى المواطنين، التقارب بين الدوله والمواطن، ان لا يكون هناك الحدود، يعني تغيير، ماذا ترى؟ تغيير مثلا في قانون الانتخاب، ان يكون هناك مجلس برلماني، ما هي المقترحات لايجاد مشروع سياسي لإنعاش ورفع من قيمة الدولة اليوم؟ أنا بعتقد بأنه إحنا مشكلتنا مش مشكلة وزراء ينزلوا على الميدان ولا مشكلة يعني عطوات، يعني هي منظومة متكاملة، والمنظومة المتكاملة أعتقد بتبدأ من السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والتوازن بينها، بحيث أن كل سلطة من هاي السلطات تستطيع أن تراقب وأن تمارس القوة والسلطة اللي مخول فيها، بحيث يكون لدينا مجلس نواب منتخب بطريقة جيدة، قوانين. احنا قبل شوي حكينا عن صنع القانون، لما انا اصنع قانون يطلع لي مجلس نواب بالصورة اللي انا عندي، هذا مجلس نواب يمثل الشعب، وبالتالي كل ما عمله من قوانين كلها الناس أدركت في مدركات الناس أن هذه قوانين جباية، من قانون ضريبة الدخل إلى كل القوانين، إلى قوانين السير إلى آخره. حتى احنا لما نشوف المظهر الأمني على سبيل المثال، يمكن انا في اعتقادي يمكن من اكثر الدول اللي انت بالشاهد فيها وتتوقف فيها من الشرطه انت في الاردن، وهذا ليس دليل على الامن. كثره المظهر الامني ليس دليل على الامن، ولا يمكن ان يعيد هيبه الدوله. هيبه الدوله لا يمكن ان تعاد بالغاز المسيل للدموع، وهيبه الدوله لا يمكن ان تعاد بالقبضه الحديديه، وهيبه الدوله لا يمكن ان تعاد الى الامن الخشن. انت تتعامل مع مواطن، المواطن غير عن المجرم. نحن نحتاج الحزم مع المجرم، ونحتاج الاحترام مع المواطن، وفي فرق بين المجرم اللي احنا بدنا نكون حازمين معه ونستعمل معه الامن الخشن ونستعمل معه القانون. حتى المجرم له حقوق ويجب ان نعطيه حقوقه. انا بعتقد احنا عندنا مشكله في القوانين بشكل عام وفي صناعتها، عندنا مشكله في تنفيذ القوانين ومن ينفذ القوانين، عندنا مشكله في من ينتهك القوانين ويخرج بدون اي عقوبه، ومشكلتنا الاجتماعيه الكبرى في هذه المظله كلها هي اقتصاديه، الاقتصاد، البطاله الاميه، الوضع الاقتصادي عند الناس جعل هناك غياب لمؤسسات الضبط والانضباط الرسمية، وهناك ضعف وغياب لمؤسسات الضبط والانضباط غير الرسمية. يعني في كل العالم لما الشق الرسمي يضعف يقوى الشق غير الرسمي، يعني أنا عندي نظام العدالة الجنائية ضعيف مغيب في فساد إلى آخره، بقوى عندي نظام العدالة غير الرسمي. إحنا مع الأسف الاثنين عندنا سقطوا مرة واحدة، وبالتالي هون سقطت هيبة الدولة بسقوط النظام العدالي اللي يفترض. شوف انت على الفيسبوك، شوف على حتى التصريحات كلها تهديد ووعيد، ما في تصريح يقول احنا مع العدالة، احنا مع المحاسبة، احنا مع القانون، احنا مع القضاء، بغض النظر. احنا يصرح رئيس الوزراء اليوم حتى تصريح رزاز بانه مع العدالة مع القانون، هذا مقبول، هذا اللي بدنا نسمعه، محاربة الفساد، ما بدنا توعيد يعني التصريحات التي فيها تهديد ووعيد فيها تجاوز وفيها أضعاف لهيبة الدولة. لأنه إذا إحنا بدنا نحقق العدالة والمساواة ومدركات الناس تكون مرتاحة، يجب أن نلجأ إلى القانون. مو إحنا مشكلتنا في هيبة الدولة ضياع القانون وفي تنفيذ القانون واحترام القانون. هل تعتقد أن هناك ثغرات في القوانين؟ طبعا القوانين يفترض أن تبنى بتوافق اجتماعي، يفترض أن يكون للناس قول في هذه القوانين، لا أن تصمم بطريقة وتفرض على الناس بطريقة أخرى. القانون ليس مقدس. لما أنت تعدل القانون مشان تعفي سين وصاد من ضريبة معينة بالملايين، وبعدين تعمم على مواطن مسكين عنده تخلف عن الضريبة بخمسين دينار ومن المطار تقضى على المخفر. أنت تقول إذن أن القوانين لا تطبق بالتساوي على جميع المواطنين؟ طبعا هاي مدركات الناس. إحنا أغلب إشي عندنا هو المدركات. مثلا الفساد هو مدركات. لما تسأل الناس